اسمع يالا اسمع يالا مش طالبة الوسطى عشان احنا المدرسة ولو انتوا ازعاج فاحنا ماشيين بعلاج دول خط احمر انتم مش حمل عزية لو مطوا مالكوش دية اخما فيكو قصادة فيا العب مع حلوة العملية بص بقى اسمعي يا فندينا اللي جاي ده كله علينا بلدي بتشرب بينا واللي راح ما يجيش وسطينا واللي راح ما يجيش وسطينا بلعب من غير راس حربة انت على اخركم ضربة حضرت العو انا حضرت وبسن المط وانا عورت بكبركم ايدي انا قدرتوا انتوا ما تتشافوش مسك قلي ومعايا خردوش حبيت لفيت ما جدوش ترى بلدنا دي ارض كبيره تيجي فيها تتشرف فيها مطوب عور اخصامي ما بشوفش راجل قدامي مبدأنا سلاحنا الحامي يعني ما نعتمدش اسامي لو فكر تندب بره في ثواني تموت قدامي ثواني تموت قدامي دورة دولة وانا واحد منا لأي حد هيجي عالسكة احنا بلدنا دي معدية وانتو هنا مش حملة اذية اضرب في الوش قذيفة يا عيال بتموتوا في الهيصة يا عيال بتموتوا في الهيصة الارض دي نريد تشرف في اي مكان عمرنا ما نخرف اوعى تفكر يوم تتعرف على حد غريب طروية احنا دولة في اي حتة احنا نريح اي جتة قول الكلام على ذبح ضحية احنا ترى دي ملوك ميراثية احنا ترى دي ملوك ميراثية شفت الفاري صندوق اللي اكل البندق فوق سطح الفندق كلامي مفهوش شنيبة قلنا البوب مصطفى نسيبة تيجي قدامنا مفيش عطاولة امير بيجازي رئيس الدولة احمد باتشو العندليب هو المهرجان يا حبيب اقول حسيب دليل هندسة شيكو موكو ده ده المدرسة حسيب وسع للمدادور هنقول هو زي العاشور ترى بلدنا دي ارض عطاولة ترى بلدنا خلصت الدولة امير بيجازي رئيس الدولة.